نسمع كثيرا من طلبة العلم هدانا الله وإياهم عبارة اختلف العلماء، وأصبح وللأسف الشديد تدل هذه الكلمة على نقص العلم. وعندما يسألون مسألة مما يفتح تشتتا لدى العام، نرغب من فضلكم تحديد الضابط وإيضاح خطورة هذه الكلمة. اختلاف العلماء؟ نعم، اختلاف العلماء لا يعفيهم من العمل ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.